بشكرك قوي يا استاذ سامي على الحفله اللطيفه دي. على ايه؟ لا شكر ولا حاجه. في الليله دي تتساوى الرؤوس ونبقى كلنا في الحال واحد. المدموزيل تقرب لك؟ سعاد؟ لا ابدا، اصحابه بس. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. عن اذنكم. اتفضل. وتقصد ايه بالكلام ده؟ ايه الاحساس ده؟ اتضايقت عشان كلمته بالشكل ده؟ يا سلام. ليه ما قلتلوش انك ابن عمي؟ مش عارف، أول مرة أنسى وصية باباكي. يمكن مش عايز أنزل لواحد زي منير. هو اسمه منير؟ ما كنتش عارف إنك مهتمة بأمر بالشكل ده. كان من حقك توصليه لبيته. ليه؟ عربيته متعطلة؟ عربيته؟ ما تعطلش أبدا. وشي وروح على الشغل، وانت ضبضب البيت والحاني. بيت ايه وشغل ايه؟ بص. ها؟ صحيح والله لساتنا برا بالهواء الطلق. انتوا ايه اللي نايمكم هنا؟ من جناب حضرتك. ها؟ ازاي بقى؟ لان المفتاح معك، ولما وصلت لقيت خالي ابو صياح لحاله. قلت حرام نفيقه، بيكون تعبان من السفر، والظاهر اخذ غفوه جنبه. ودلوقتي ايه العمل؟ العمل ان نوقف الموسيقى التصويرية المرافقة. الحمد لله بالسلامة يا خال. الله لا كان جاب الغلاء. ميت ليه خال؟ بلا تلبسي ولا؟ والله اشتقنا لك خال. شلونك؟ شلون الوالدة؟ واكلاتها؟ ست زبقي وحرق بصبعه والفتوش والحنتيتي وميتالين. المثل والمثل ما بيكذب. يا انيون تحمل بلاويون. ربيتكن بعد ما مات ابوكن، كل شبر بندر، كل سنتي بندر. وانتو دايرين على حل شعركن. بس دي مناسبة يا خال. وشو المناسبة؟ دي مناسبة عيد راس السنة. ان شاء الله كل راس سنة وراسك سالم. شكرا. طيب والسنة جديدة ما بتشرفنا بطلعتها البهية الا باناني الويسكي وسم الكراتي؟ شايف خالي ابو صياح؟ ولد بار. شلون؟ بار بوالديه. ايوه. بيعرف المنكر. اسلم للحنون. يا ريت الشباب يعود يومون. اذا مش لازم تلومنا يا خال. شلون مو لازم لومكن؟ بدكن ياني اترككم فلتانين على كيفكن؟ لك بعد ما كنت عايش معي بالقهوه بالشام تتركني وتجي لهون؟ جيت اشتغل مكان اخويا بالبسكليتات. ايوه. ما حاجتي اول بلوي، بدك تلوعني مرة تانية؟ وانت عم اشتغل. عم اشتغل. وين؟ منفاخ بسكليت. تشرفنا. ما قلتلكو المثل قال والمثل ما بيكذب.
لازم تبيعوا المحل وترجعوا على القهوة. مش ممكن. أنا هيك قررت. بس أنت شوف المدخول بالأول يا خان، وبعدين احكم. ما بتلحق على الدفع، على الدفع، على الدفع. إيه؟ على قبض. قبض. والقبض أكثر من الدفع. الله يدفع البلاء عنا. طيب راح بعطيكم فرصة شهر واحد، بس على شرط. شو هو الشرط حنون؟ أنا بشرف شخصيا على المحل. لا، منفضل نبيع المحل أحسن. أحسن شي. إيه أنا موافق على شروطك. ها؟ وإنت؟ أنا موافق قبل منه حنون. وإلى المشاكل، يا الله سامحونا.